هذا قسم غسيل الكلاب مستشفى أوباري العام. هنا يشتكي المرضى من عدم وجود أطباء متخصصين، أمر يصعب من مسألة علاج المرضى. من أول دخول للمريض للقسم محتاج لطبيب، المفروض المراقب أصلاً بطبيب قبل بداية الغسيل، لكن إلى حد الآن قسم الكلى لا يتوفر له طبيب. يطالب الحاضرون هنا بتوفير الأطباء وفتح مراكز إضافية للتقليل من عناء التنقل من وإلى مدينة أوباري. هم اللي وجهتهم بدلوا، ولكن دكتور منتشفي ما في دكتور، ألا ما كلمنا مدير ما في فايدة، ألا ما مصعد كلمنا ما في فايدة. أنا في منطقة وسطى، في المسافة يبعد عني 51 كيلو، واحد حوالي 70 أو 80 كيلو، يعني نحتاج ديما أكثر من ساعة ونص بيش نوصل مع الطرق المكسرة ومع المواصلات مع البنزين المرتفع الباهظة. أدوية المفروض اللي تتوفر بشكل دائم يعني بدت يعني معدومة أحيانا، يعني فنضطر احنا نشروها. يعتبر قسم الكلى بأوباري هو المقصد الوحيد لأغلب الحالات القاطنة في بلدتي الغريفة وأوباري، لذلك ينتظر العاملون هنا التفاتة مستعجلة من قبل وزارة الصحة.